تقريبا. دابا غنبداو بالتمارين ان شاء الله. نبداو بالتمارين الخفيفة، نبقاو في بعض الخاصيات دول اللي درنا دابا. كنحاول نصور لكم داكشي اللي عقل الله ندير هادشي واحد السلسلة قديمة ولكن فعالة نفعل. نبداو بمجموعة التعارف. كيفاش تحدد مجموعة التعارف؟ إلا قلنا مثلا سيدي عندنا ندور بواحد تام الدالة عندنا اف ديال اكس، شنو هي؟ هي اكس ناقص واحد على ان ديال اكس. واش تكون هادي مضبوطة او بالتعبير الاخر شنو مجموعة التعريف؟ هي تكون صحيحة. شنو خصو يتوفر لنا؟ شرطين او شرط واحد جوخ. شرط واحد اللي هو هاد الان ديال اكس خص المقام، هذا المقام خصو يخالف صفر. اذا لكل اكس ينتمي لنت اف لنت ال ديال اف خصو يكافئ لنا بان الان ديال اكس تخالف الصفر. وبطبيعة الحال باش يكون الان ديال اكس تخالف الصفر خاص واحد الشرط اخر، خاص يكون ضرورة الاكس شنو خاص يكون؟ خاص يكون كبر من صفر. ميمكنش تكون الان ديال شي حاجة سالبة الداخل ديالها هو اكس اكبر قطعا من صفر. هداش كيكافئ لينا. خصنا نحددو اكس دونك شنو نديرو؟ غنحيدو ليها الان ديالها. علاش كتكافئ؟ لانه اكسبونسيال ديال الان ديال اكس تخالف اكسبونسيال ديال صفر و اكس اكبر قطعا من صفر. تكافئ شنو؟ قلنا هادو كيكنصلو بعضياتهم ان اكس تخالف شنو؟ هذا شنو؟ اكسبونسيال ديال صفر. شنو اكسبونسيال ديال صفر؟ اللي هو واحد. دونك اكسبونسيال ديال صفر يساوي واحد و اكس اكبر قطعا من صفر. دونك مجموع التعريف ديال دي اف اش غتساوي لنا؟ شنو كاين عندنا؟ من صفر تالين تال واحد اكس مخصهاش تساوي واحد. دونك من صفر تال واحد، واحد داخل عندنا ولا ما داخلش؟ لا ما داخلش، تقدر تكون اقل من واحد. مثلا 0.9999 تقرب لواحد. دونك هادشي علاش دايرين القوس مفتوح اتحاد. خصنا نكملو يونيون اتحاد يو معناتها يونيون اتحاد واحد تاني تال زائد من النهاية. هادي مجموعة التعريف ديال الدالة اللولى. نجيو سيدي المثال التاني. مثال تاني سيدي اف شنو تساوي؟ ديال اكس تساوي الان ديال اكس زائد واحد على واحد ناقص الان ديال اكس. غادي نشوف مجموعة التعريف ديال هادي. عندنا سيدي بسم الله توكلنا على الله اكس تنتمي لل دي اف اش خاص تعطينا؟ عندنا جوج شروط. هذا خاص يكون اللي داخل الان الفوقاني خاص يكون مجموع التعريف ديالها اللي هي شنو؟ كبر من صفر. دونك اكس زائد واحد اكبر قطعا من صفر. ها واحد حنا حققنا الشرط ديال الان اللي الفوق. زيد حاجه اخرى، المقام اش قلنا عليه؟ خاص يكون يخالف الصفر ياك. هذا يكون الشرط الثاني. والشرط الثالث هو هذا الاكس هذا اللي داخل الان خصو هو يكون مستوى يكون كبر من واحد كبر من صفر. دونك هذا خصو يكون موجب، هذا خصو يكون موجب قطعا، وهذا المقام خصو يكون يخالف
يخالف الصفر. دونك نبداو سيدي بالاكس، عندنا قلنا الفوق هذا يكون كبر من صفر، و اكس هو اكس اكبر قطعة من صفر، ندير هاد الآلة اللي هنا. وعاد باش نجيو للمقال، هو واحد ناقص ان ديال اكس اش قلنا عليه يخالف الصفر. نتمنى يكون كيبان داكشي مزيان. توقع في سيدي سهلة هادي، اكس اكبر قطعة من ناش من ناقص واحد، هيك هذا ضربنا عليه تعالى اكس تاهي اكبر من صفر قطعا، و هاد التانية هي درنا اكس اكبر قطعا من صفر. دابا غنجيو للتالتة، واحد ناقص ان ديال اكس تخالف صفر. و دابا اش غنديرو، غندوزو للواحد للشرق، و ان ديال اكس هي نورمالمون ناقص ان ديال اكس تخالف ناقص واحد. حنا دابا غنرفع الجويه بجوج، غتولي هادي زائد واحد و هادي زائد ان ديال اكس، بحال ضربنا في ناقص واحد في كل جهة. دونك حنا باقيين غاديين، توكافئ ان اكس كبر من ناقص واحد هو اكس كبر من صفر. و هنا خصنا نشوفو الاكس هدا شنو غتساوي لينا، كيف قلنا غنديرو الدالة العكسية ديال الاكسبونونسيال باش نحيدو الانان. دونك غتولي الاكسبونونسيال ديال الانان ديال اكس تخالف اكسبونونسيال ديال واحد، هدا اش قلنا الدالة العكسية تشاو مع بعضياتهم. دونك تكافئ ان اكس كبر من ناقص واحد قطعا، و اكس كبر من صفر قطعا، هو اكس تخالف اكسبونونسيال ديال واحد اللي هو الاكسبونونسيال بحد ذاته اللي كيف قلنا قبل هي جوج فاصلة سبعة واحد تمنية، ولكن احنا في المات ما كنحاولو نحيدو الفاصلة و داكشي، داكشي اللي غير محدود، دونك نخليوه على شكل او تخالف او. دابا كنكتبو دي اف مجموعة التعريف اللي قلبنا عليها. دونك دي اف اش غتساوي عندنا عندنا صفر موجب قطعا، دونك هذا الزيرو ميمكنش نمشي قبل من الزيرو، لأن اكس خص تكون كبر منو كبر من صفر الشرط الأول، و اكس قلنا كبر من شنو، كبر من ناقص واحد، هذا كيتأنيلا أوتوماتيكمون. علاش؟ حيت إكس قلنا كبر من صفر، ميمكنش نعاودو نرجعو تال ناقص واحد، دونك إكس خص تكون كبر من ناقص واحد، نتفق معاك، ولكن إكس خص تكون أون ميم طون كبر من صفر، يعني ميمكنش نتا خاصك مثلا نجي نقولك أنايا ضروري باش يخدملك هادشي، باش يخدملك مثلا هاد الآلة خاصك ضروري تلاتة ثلاثة الكروات ضروري، ميمكنش دير قل من ثلاثة الكروات، تجي تقول لي كرو واحد، لا ميمكنش، كنهضرو على ثلاثة، هادشي علاش دايرين هنا مثلا إكس كبر من ناقص واحد، ولكن المنطقة خصها تكون كبر من صفر، والصفر كبر من ناقص واحد، هادشي علاش حيدنا هادي، هاي إكس كبر من صفر، باش ممكن نعاود تاني غتبقى غادي تاني تا الأو، أو مداخلش محيد، هادشي علاش درنا ليه قوس مفتوح، اتحاد أو زائد ما لا لا، هاهي مجموعة التعريف ديالها. إلا جيتي دير الخط، وهنا هادي مثلا إكس، وهنا زائد ما لا نهاية، غتلقى غدا من الصفر، هنا تقريبا، ولكن مفتوح، مشات غدا 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 حتى توصل تقريبا جوج فاصلة شي حاجة، جوج فاصلة سبعة شي حاجة، اللي هي أو، حتى هنا تفتح القوس، هاد الأو مدخلاتش. دخلات هنا عاد تكملها هاد الغاب، هادي مجموعة التعريف ديالها. معرفتش شحال باقا عندي ديال ميموار، مي سو فار سو غود. نجيو اسيدي نديرو اكزامبل واحد اخر، اف ديال اكس شنو تساوي لنا، غادي شوية باش نحلو الطرح، جدر من الدرجة الثالثة ديال اش ديال الان ديال اكس مقسوم على اكس ناقص واحد، باش تكون الكتابة صحيحة اش خاص يكون، خصنا تقريبا ثلاثة شروط،
نمشيو ديالنا حنا الدالة ديالنا الأولى. هاد إكس أش خاصو يكون قلنا ديما في مجموع التعريف ديال إن اللي هو أكبر من صفر، دونك الكلي. دونك إكس كتنتمي لدي إف تكافئ إن إكس خاص تكون أكبر من صفر قطعا، يعني مجموع التعريف وداخل الجدر ميمكنش يكون سالب، خاص ديما يكون شنو موجب أو يساوي صفر. دونك هو أن ديال إكس أكبر من أو تساوي صفر، هذا داخل الجدر، هذا شبه راسين ديال ثيرد ديغري ديال الدرجة الثالثة. وشنو آخر؟ المقام قلنا يخالف الصفر، ميمكنش يساوي صفر. إكس ناقص واحد تخالف الصفر، صافي. هادو هما الشروط الثلاثة اللي قلنا باش تكتب لينا العبارة ونقبلوها. دابا صافي نبسطو هادشي توكافي، هادي ما عندنا ما نبسطو فيها. إكس كبر من صفر، الإن ديال إكس أكبر من أو تساوي صفر، كيما قلنا غنديرو شنو الإكسبونونسيال. دابا مغنبقاش نكتبها لك حيت صافي غتخصها تدخل مع الدم عندك، صافي غتولي تكتب لي إكس هنا أوتوماتيكمون تكتب إكسبونونسيال ديال صفر أكبر من أو تساوي إكسبونونسيال ديال صفر. كيما قلنا علاش درنا هكا، درنا الاكسبونسيال ديال هادي او ميم طون درنا الاكسبونسيال ديال صفر، كتبنا على هاد الشكل هذا. عاود كتبها لكم اخر مره، الاكسبونسيال ديال ان ديال اكس كبر من او تساوي الاكسبونسيال ديال صفر. هادشي علاش حيدو هادا، بقات اكس كبر من الاكسبونسيال ديال صفر. اوكي هو نبسطو دابا هادي اكس ناقص واحد تخالف صفر، اش كتعطينا؟ كتعطينا بلي اكس تخالف قطعا واحد. ممكن كتبوها دابا ندير افاش تساوي، نجيو عندنا صفر هنا، علاش اكس كبر قطعا من صفر؟ هاهي هنا شنو نعرفو شنو اللي مدخلش، مدخلش عندنا الواحد، ولكن في نفس الوقت اكس خاصو يكون اكبر من او يساوي واحد أو يساوي إكسبونونسيال ديال صفر، اللي هو شنو؟ إكسبونونسيال ديال صفر حنا كنعرفو بلي هو ديما كيساوي واحد، هذا راه هي واحد، هاي إكسبونونسيال ديال صفر، هنا إكسبونونسيال ديال صفر كيساوي واحد، دونك ماشي غير نزاوب بالصفر، أش قلنا؟ خاص تكون ضروري كبر من أو تساوي واحد، ولكن في نفس الوقت عندنا حد شرط آخر. عندنا إكس تخالف واحد، يعني إلا خدينا هاد الشي وقلنا زيرو مثلا، مثلا قلنا كتبوهم بثلاثة ميمكنش تكتبوهم بثلاثة غيكون شرط واحد، قلنا الصفر هنا اللي هو إكس كبر من صفر وجينا تلعب الواحد هنا وكتبنا واحد وقلنا إكس كبر من واحد، ها هي غي خصك دير لها بحال هكا، خصك تبدا بحال هكا، قلت اكس كبر من واحد او تساوي، يا ربي او تساوي غتكون بحال هكا تدور اكس كبر من او تساوي واحد، و اون ميم طون خصك تقول لي اكس تخالف واحد، دونك دابا مغتبقاش غير هكا، غتولي دير لها تا بحال هكا، تولي واحد خاص مفتوح، عاد تمشي زائد ما لا لا. دونك باش حنا نوفر علينا التمارة ديال التخربيق اللي هنا، كنشوفو شنو اللي مخدامش لهنايا، عندنا اكس تخالف واحد، ها واحد، واحد عندنا هنا دونك تخالفو مكاينش الضحك معاه، و اون ميم طون اكس كبر من واحد او تساوي، دونك هاد كبر من او تساوي واحد انيلات لينا اكس كبر من صفر، دونك هادي تانيلات، هادشي علاش مكتبناهاش هنايا، و ملي جات اكس تخالف واحد انيلات لينا التساوي هادي اللي كاينه هنايا، هادشي انيلات تساوي، هادشي علاش درنا قوس مفتوح واحد جلسة المعنى هنا مفتوح، دونك ندير دي اف نشوف اش بقى شوية الميموار بقى في التليفون، اوكي نزيد واحد اخر، نحاول نديرو بالزربة اف ديال اكس شنو تساوي؟ هنا ندير اش؟ ندير هنا تردو بالكم القيمة المطلقة ديال واحد ديال اكس ناقص واحد، ياك؟
هذه جاية حال اسأل دونك اش غنعرفو حنا ملي كتكون شي حاجة داخل القيمة المطلقة اش كنعملو كتعني بأن هذه ناقص واحد تبدل بأن هذه القيمة المطلقة ديالها القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد اش كتعني كتعني أن لكل إكس مجال إكس يكون كيما بغا يكون هنايا عطيني اللي بغيتي كينتمي لإر هاد الكتابة غتكون أكبر من أو تساوي صفر قطعا هادي غتكون أكبر كتبو نعلم أن هادي غتكون أكبر من أو تساوي صفر قطعا ولكن عندنا حاجة أخرى خاصها بتزاد هو أن حنا شنو قلنا على الإلين أي حاجة داخل الإلين ماشي غير خاصها تكون أكبر من صفر قطعا خاصها تكون في نفس الوقت مكتساويش صفر إذا هادي القضية ديال أنها موجبة هادي فطينا عارفينها موجبة ديما دونك نناقشو القضية ديال إمتى غتساوي الصفر دونك إكس كتنتمي دي إف فاش تكافئ أن هاد القيمة المطلقة ديال ناقص واحد تخالف الصفر ياك باش نكافئ لينا أن الإكس ناقص واحد ونحيدو القيمة المطلقة لأن بطبيعة الحال مغاديش تأثر فينا دابا إكس ناقص واحد خصها تخالف الصفر دونك أن إكس تخالف شنو واحد حيت الواحد عندو ناقص واحد عندو زولو غيولي موجب تخالف واحد صافي دونك مجموعة التعريف سهلة دي إف هاهي شنو غتساوي غتساوي إر معنا هاد العدد هذا واحد تقدروا تكتبوها بطريقة أخرى تكتبوا تساوي مثلا ناقص ما لا نهاية حتى الواحد ولكن هنا غدير قوس مفتوح مبغيناش الواحد يكون اتحاد اللي هي يونيون ديال واحد زائد ما لا نهاية ماشي معناتها ضمن لها R هو أن اللي داخل الإيلين كله يقدر يكون شحال المبلغ لا اللي داخل الإيلين راح حاكمة القيمة المطلقة باش يكون ديما موجب ها واحد وحاكمه أن X ما كينتميش لواحد X ما كتساويش واحد علاش باش ما تعطينا الزيرو دونك حاكمه القضية ديال أنها صفر أو زائد ما لا نهاية محكومة بالقيمة المطلقة وبأن X ما كيساويش واحد شوف واش نديرو شي تمرين اخر ولا نزيد واحد التمرين خفيف هاد الامثله الاخرى مثلا الا قلنا اف اكس اش تساوي الان ديال الاكس ناقص واحد مربع دونك هنا درنا مربع ناقص نردو البال لهادشي دونك شنو الشرط اللي خصو يتوفر داخل الانين خصنا جوج شروط يكون او شرط واحد هي موجبة قطعا يعني مكتساوي الصفر وغادي زائد ما لا نهايه دونك هذا الشيء اللي داخل خص يكون اكبر من او يساوي صفر دونك لكل اكس ينتمي ل ا اش خصنا خصنا اكس الله هنا كنهضروا على ا خصنا اكس ناقص واحد مربع تكون أكبر من أو تساوي صفر هذه بالنسبة لـ R ولكن بما أننا جينا لهذا الشيء أش غنستنتجو بأن دي إف هذا خاصها تكون تخالف الصفر علاش قضية الإيجابية أن موجب للسلبية فسرناها علاش لأن عندنا مربع هنا أي حاجة مربع كتكون قطعا أكثر من صفر دابا خصنا نناقشو قضية واش كتساوي صفر ولا لا دابا غنجيو إكس ينتمي للدي إف تكافئ أن إكس ناقص واحد مربع أش قلنا خصو يكون يخالف الصفر إذا مش هادي يخالف الصفر خصو يكون هذا اللي الوسط داخل مربع يخالف الصفر دونك تكافئ ان اكس ناقص واحد تخالف الصفر
نشد ناقص واحد ندوزو الجهة الأخرى تولي إكس تخالف واحد صافي حنا سالينا دونك نتا إف تساوي إر كيف قلنا قبيلة ناقص واحد إر ما عدا واحد جو مثال واحد آخر ناخدو لكم شي حاجة شوية من معنكشة نديرو مثلا الدرجة الثالثة هو نيس بلاص مربع ديرو ثلاثة اف لإكس كتساوي الإعلان إكس ناقص واحد هنا نضرب دوبا لكم الدرجة الثالثة باش درنا هادي باش نضرب دوبا لكم ملي كنهضرو على الدرجة الثالثة ولكن أو مام طون كنبسطوها شنو هي هاد الكتابة ديال إكس ناقص واحد الدرجة ثلاثة راه كتساوي هو نقولو مكعب كتساوي إكس ناقص واحد مربع باش مضروبة مضروبة في إكس ناقص واحد صحيحة ولا لا صحيحة دابا توسطات القضية هادي موجبة هضرنا عليها أنا مربع دوك واش خاصنا نشوفو هادي واش موجبة أولا لا خاصنا جوج حوايج خاصها تكون موجبة خاصها تكون شنو قلنا تخالف الصفر حيت هاد الداخل ديالنا مخصوش تساوي صفر حيت لاغي لا لا تساوي صفر الإعلان غتولي ديال الزيرو مكايناش عندنا الإعلان ديال الصفر بلاس ديال زيرو بلس يعني زيرو من الجهة ديال اليمين دونك غنمشيو هنا ونديرو إكس ينتمي لل دي إف تكافئ أن إكس ناقص واحد يخالف نبغي نقول أكبر قطعا وصفر صافي دونك خص يكون موجب ماشي شي قلنا خص يكون موجب ضروري وقلنا خص يكون أكبر من صفر دونك إكس أكبر قطعا مناش من واحد سالينا دونك دي إف تساوي واحد حتى لين زائد مالا العيال راه جينا نجيو شويه داكشي شويه تا هو غادي نقصرو فيه جيو المثال هذا وفي الاكس اش يسمى الان ديال الراديكال ديال الاكس ناقص واحد عاوتاني اش قلنا الشروط اللي خاص يكون داخل الان اكبر من او يساوي صفر واحد ولكن عندنا حاجه اخرى تداخل الجذر شخص يكون اكبر من صفر اكبر او يساوي صفر يعني نقولوا داخل الان اكبر من صفر قطعا ولكن هذا الوسط خص يكون سيدي اكبر من او يساوي صفر اذا ان اكس تنتم ان دي اف شاش كيف اين كيف اين بان اكس ناقص واحد اكبر من او يساوي صفر باش تحقق لنا الشرط ديال الجذر هو الراسي ديال اكس ناقص واحد تخالف الصفر في نفس الوقت علاش باش تحقق لنا حتى الان اكسيدي تكافئ ان اكس اكبر من او يساوي واحد باش حتى وزن هاد الناقص واحد وزن هنا ولكن نرجع واحد القليل هو شنو هذا باش يخالف الصفر خاصني داخل الجذر يكون يخالف الصفر اذا اكس ناقص واحد يخالف الصفر في نفس الوقت راه تعطينا تعطينا بلي اكس اكبر من او يساوي واحد في نفس الوقت اكس خاص تخالف واحد هاد الشرطين اش كيعنيو كاينو واحد ان اكس ستكون أكبر قطعا من واحد دونك دي إف هي واحد زائد ما لا نعلم بالقوس مفتوح وكنبقش بهاد الأمور نزيد التمرين الآخر هذا شوية مش حاط كنقولو عليه شوية
درنا هادشي اللي قبل كامل باش نوجدوكم للتمرين. ايوا اف الاكس تا هو مجموعة تعريف، غنضربو مجموعة تعريف ديالاش ديال راسين كبيرة ديالاش ديال الالان ديال اكس ناقص الالان او كاري ديال اكس.